السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير واحسن احوال ان شاء الله. اليوم غادي نخدم معكم هاد الرجيمه ديال البريد منبته بالعقيق. كتجي على شكل وريطه، ونشوفوا معايا كيفاش كتجي، ويمكن كتجي شي حاجه زوينه. لاحظوا معايا كيفاش كتجي. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه تبت الخيط اللي كنت الحرير كنت برمجو على جوج شعرات. غادي نجي الوسط ديال الكوزه ديال الكروشي، غندير الوسط ديالها، وغادي نصايب بريده. غنجي لهنا قبال، يعني المهم غديروا عينكم ميزانكم او تحسبوا الاعمده اللي عندكم. هنا انا كنخدم بعيني ميزاني. غادي ندخل الابره ونلوي الخيط على الابره 30 دور. غنصايب بريد، غنلوي 30 دور. غادي نخرج الابره، غادي نبقى ندير له بحال هاد الطريقه باش كيجي البريد ديالي مقاد، ما كيجيش مفخفخ. غنشد بصبعي وغنزير الخيط مزيان باش كيجي البريد ديالي زوين. غنزير مزيان، غنرجع الابره في نفس المكان، وغادي نصايب بريده قبال، يعني غنصايب بريده حداها نفس القياس. غندير 30 دوره، غادي ندور 30 دورة. غنجبد الإبرة وغنديرلها نفس الطريقة اللي درت في البريدة الأولى، غنديرلها بحال هكا باش كيجي البريد ديالي قد قد. المهم غنشد بصبعي وغنزير مزيان، غنرجع الإبرة في نفس المكان، وغادي نخرجها هنا في الإتجاه هذا في الرأس ديال الكوزة. غادي نصايب بريد 30 دورة. هنا غنرجع الإبرة في نفس المكان، وغنلوي الخيط على الإبرة 30 دورة. غنجبد الإبرة وغنشد بصبعي وغنزير مزيان. نفس الشيء غادي نصايب بريد حداها، هاد الخدمه هادي تقدر تخدم حتى على الراندا ماشي غير على الكروشي، تقدر تطبقوها على الكوزات ديال الراندا. انا سبق لي خدمتها على الراندا، ممكن تجي شي حاجه زوينه ومن طون سهله بزاف بالنسبه للبنات اللي عاد كيتعلموا يديروا شي حاجه زوينه ومن طون سهله بزاف. غادي نجي هنايا قبلت العقيقه الرابعه، وغادي ندير بريده صغيره، المهم فيها 20 دوره. هاد البريد اللي كندير في الوسط كندير 20 دوره، نفس الشيء حتى كنسالي الكوزات ديالي كامله. هادوك الكبار كندير فيهم 30 دوره، والصغار كندير فيهم 20 دوره. غنزير مزيان، نفس الشيء غادي ندير بريده الثانيه حداها 20 دوره. غندخل الابره ونخرجها في نفس المكان، وغادي نلوي الخيط 20 دور. غنجبد الابره وغنزير مزيان، نشد بصبعي وغنزير. غادي نجي نصايب بريده الثانيه. المهم هاد الحرير ما كيبينش مزيان، المهم ملي غتخدموها مباشره غتبان لكم المنظر ديالها كيجي زوين بزاف. نفس الشيء غادي ندير 20 دوره الابره، غنجبد الابره وغنزير مزيان. غادي نصايب بريده الثانيه حداها، عن نفسي غادي نلوي 20 دوره.
انا كمل لي الحرير، غنبدل الحرير، غنسالي هاد البريطه وغنبدل الحرير وغنرجع معكم. بعد ما بدلت الحرير نفس الشيء غادي ندير، غندير البريطه في الراس ديال الكوزه 30 دوره، هلوي 30 دوره هنجبد لي برا غنزير مزيان. نفس الشيء غادي ندير بريدة الثانية حداها، يعني هاد الطريقة في كل بداية حتى النهاية، يعني كتبداو بالرأس ديال الكوزة كندير فيها 30 دورة، كنصايب جوج بريدات. في الرأس الثاني ديال الكوزة كندير عاوتاني جوج ديال البريدات فيهم 30 30، ودوك الصغار كندير فيهم 20 دورة عفوا. كنجي قبلت العقيقة الرابعة، هاد المربعات تقدروا تخليهم هكا، تقدروا تنبتوهم يعني باللون ديال العقيق ديال الحرير، ولا تخليهم هكا، المهم حتى هكا كيجيو زوينين بزاف. غادي نلوي 20 دورة، غنستمر على هاد الطريقة حتى غنسالي الكوزات ديالي كاملة، وغنرجع معكم في التنبات ديال العقيق. بعد ما ساليت الكوزيت ديالي كامله وساليت البريد ديالي، غندوزو الطريقه ديال التنبات ديال العقيق. سبق لي ركبت الخيط في الابره خاصه بالعقيق، غادي نثبت الخيط مزيان، غندخل في وسط ديال جوج بريدات، غندير 3 ديال العقيقات،
هاد البريد الكبير اللي فيه 30 دورة غندير فيه 3 ديال العقيقات، والبريد الصغير اللي فيه 20 دورة غندير غير عقيقة واحدة، في الوسط ضروري ندير عقيقة واحدة. عندي 3 ديال العقيقات، دابا غنخدم عقيقة واحدة. ننتقل مباشرة للبريدة الكبيرة، غندير فيها 3 ديال العقيقات. غنستمر على الطريقة هذه حتى غنسالي الجوزات ديالي كاملة ونسالي الوريضات ديالي. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غنخدم بحال هذه الطريقة هذه حتى غنسالي ونوريكم الشكل النهائي. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والاشتراك ودعم القناة ديالي. ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، واي حاجه حطيتها توصلكم ان شاء الله.